البطولة الأسوأ في مسيرتي. الراجل ده جه فترة سياحة زي ما بيقولوا، لا أنا ما بعرفش ألعب حد جنبي، لما حد بيلعب جنبي بجنح. دي حاجة أنا شخصيا بتزعجني، بس تمام يعني معدل التهديف بتاعي أعلى من مهاجمين كتير جم في تاريخ مصر، تنك زاد عن اللزوم يعني. الراجل ده والله بجد والله يتشبه كالملائكة، كان دايما تلاقي وزنه زاد، دايما تلاقيه ما بيتمرنش كويس. هو بقى زين الدين زيدان عشان كده. نرجع تاني بقى لفترة الاحتراف في تركيا اللي هي فترة جنشلا، وكل واحد خلاص احنا رجعنا تاني. ولما رجعت لجنشلا عشت فترة من أفضل فترات حياتي في تركيا، 23 هدف ما بين دوري وكاس في الموسم ده في لقاء واحد. ويمكن دي مع كل أسف إن الناس هنا ما بتتابعش كويس، إن أنا في لقاء حصلت فيه 5 أهداف، كنت في الفترة دي هداف من ضمن هدافين الدوري التركي وكده، ووصلت الفاينل الكاس واتغلبنا في اللقاء الأخير. إنما الموسم ده بدأ يحصل نوع من أنواع التحول بالنسبة لي في البوزيشن بتاعي. كان وقتها أيسون يانال اللي هو المدير الفني لجنشلا وقتها هو اللي كان جاب لي دينيزلي، وبعد كده مشي راح على هناك. الراجل ده فرق معايا في حياتي بشكل كبير جدا في حتة النقلة بتاعتي، إن بينقلني من بوزيشن لبوزيشن. قال لي هو قال لي أنا عايزك تلعب 10. أنا كنت بلعب دايما 8، بس كان عندي قدرات. هو مع الأسف ودي حاجة أنا شخصيا بتزعجني، بس تمام يعني، إن الناس دايما حطاك هنا في مصر إن هو إيه اللاعب القوي المدافع الصلب. أنا الحمد لله الحمد لله معدل التهديف بتاعي أعلى من مهاجمين كتير جم في تاريخ مصر، معدل صناعة الأهداف عالي جدا جدا جدا. بدأت أشتغل معاها على هذا الوضع، والموسم ده بدأ إن الأندية التركية كلها بعد ما غيرت البوزيشن بتاعي بدأ الأندية الكبار كلهم باشكتاش وجلد الصغير وفنرباتش الثلاثة بدأ يحصل نوع من التفاوض، لأن أنا كمان كان عقدي بينتهي مع جنشلا وكنت بدأت أقرب من جلد الصغير. وكان وقتها جلد الصغير فيه فريق يعني حقق الوفا طولة أوروبا وقتها، كان جورج هاجي وكان شكر وحسن شاش. يمكن سبب إن أنا ما رحتش جلد الصغير قعدتي مع فتح تي مصر، لعبت جلد الصغير هنا المباراة ودية، وده كان آخر لقاء يتم ما بين انديه ومنتخبات. فتح التيم يعني زي كابتن محمود الجوي عندنا هنا، هو دايما راجل حاسس بنفسه وحاسس بقيمته، تنك زاد على اللزوم يعني. يعني فعلا هو يعني هو حتى هو كده هناك هو متعجرف يعني. قال لي انت محظوظ ان انا بتفاوض معاك، انا ما بتفاوضش مع لعيب، انا اللعيب اللي انا بعوزه مجلس اداره ولا اتفاوض معاه، فانت عندك حظ كويس ان انت انا قاعد بتفاوض معاك. كملت القعده وكده ومشيت، قلت استحاله ان انا اشتغل مع فتح التيم او جلد صغير. وفعلا وقتها خلصت مع باشكتاش، وكانت خطوه بالنسبه لي خطوه مهمه. وقتها كان باشكتاش هو اللي حقق بطوله الدوري، وكنت هضيع البطوله من باشكتاش لان كانوا بيلعبونا ماتش وكان وانا في جنشلا وجبت فيهم هدف، بس هم كسبوا تقريبا الماتش ده 2-1. وبعدها يعني كنت مساهم في اهداء البطوله لان كان فنرباتشا بيلعب وكان منافس قوي جدا، وجبت جون في الدقيقه 93. انما عانيت طبعا في باشكتاش، يمكن كانت اول معاناه ليا. كان وقتها المدير الفني روماني لوشيسكي، الراجل هو اللي طالبني والراجل هو اللي حبيبني، ولكن عانيت معاه مده دور كامل. فضل يضغط عليا نفسيا وعلى الجمهور اني ادى ناس انطباع ان احمد حسن لعيب الشوط الثاني مش لعيب بدايه المباراه، ودي كانت تجربه قاسيه بالنسبه لي. اول لقاء ليا كان ضد سامسونج، ما بداتش اللقاء، والنتيجه نزلت في الدقيقه حاجة و60، النتيجة 1-1. بحرز الهدف الثاني، وبعديها بحرز الهدف الثالث، كان هدف شهير قوي ان الكوره خدتها من الجون للجون، لان كان وقتها شرومبو كان جون نيجيريا وقتها، طلع عشان يعني كانت الدقيقة 90 او حاجة و90 عشان الجون طلع من جون، وانا استلمت الكوره من 18 فضلت قطعت بيها حوالي ال 100 متر دي لحد ما وصلت وحطيت الهدف ده. وبدا ان الراجل كل ماتش يروح منزلني الشوط الثاني، فانا اروح اقعد معاه اقول له انا عايز العبه كده، فيحطني من بدايه اللقاء وهاجم ما اجيبش جوان، يروح مطلعني ما بين الشوطين. فبدا يدي انطباع للناس اني خلاص الجمهور كله بقى شايف ان احمد حسن الشوط الثاني. انا جبت في الموسم ده حوالي 11 او 12 هدف تقريبا او 14 هدف مش فاكر، كل الاهداف كانت الشوط الثاني ما كانش الشوط الاولاني خالص. انا نفسيا بقيت حاسس ان خلاص الشوط الثاني طالما بنزل اجيب جوان يبقى الشوط الثاني. لوشيسكي رحل وبدأ يجي لنا مدرب من أعظم مدربين طبعا في العالم وقتها، وكان أول مرة يخرج بره أسبانيا أو بالتحديد بره ريال مدريد. دول بوسكي طبعا جه مسك باشكتاش، وكانت يعني حاجة هزة في الوسط التركي كله في العالم كله، مدير فني ريال مدريد محقق معاه
تشامبيونز ليج الاوروبي. الراجل ده والله بجد والله يتشبه كالملائكه. انا بجد ما شفتش بني ادم بمعنى كلمه بني ادم في اخلاق في ادب سلوك حاجه فوق الخيال، لدرجه ان دول بوسكي يمكن موفقش مع باشكتاش، قعد 6 شهور فقط لغايه ان اللعيبه كلها بعد ما مشي اللعيبه كلها حزنت عليه وفي لعيبه عيطت عليه وهو ماشي، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. افتكر كان دايما لما يقعد يتكلم معايا كان دايما يحكي على زين الدين زيدان، كان يقول لي زين الدين زيدان ده ما بقاش لعيب اسطوري من فراغ، هو كان دايما كان عنده لعيب اسمه سرجان يلطين، كان لعيب كويس قوي، لعيب مهاري على اعلى مستوى، محبوب لدى كل الجماهير التركيه، ولكن هو العقليه بتاعته شويه مش عقليه محترفه، كان دايما تلاقي وزنه زاد، دايما تلاقيه ما بيتمرنش كويس فكده. فكان دايما يقعد يحكي لنا على زين الدين زيدان، يقول لك الراجل ده يجي قبل التمرين بساعتين يدخل الجيم حافظ على نفسه. حتى لحد دلوقتي انت زين الدين زيدان لما بنشوفه لحد دلوقتي بتلاقيه حتى حاسس ان هو فيت. فكان يقعد دايما يحكي لي عليه ويقول لي هو بقى زين الدين زيدان عشان كده، مش عشان موهبته بس. مع باشكتاش طبعا يمكن من ضمن الحاجات اللي حققتها مع باشكتاش بطوله الكاس، ولكن كان بختي وحش في الماتش النهائي لاني كان جات الاصابه في الخلفيه، كان في محاولات ولكن يمكن ما لعبتش، انما دي من اهم المحطات مع باشكتاش طبعا هي الحصول على كاس تركيا. ولكن في النص عندنا كذا مرحله مع المنتخب، من بعد 98 عانينا في 2000، 2002 رجع تاني الكابتن جوي ولكن كان لسه بقى جيل جديد وكده، وبرده نفس الحكايه خرجنا من دور الثمانيه على ايد الكاميرون. بعدها البطوله الأسوأ في مسيرتي 2004، بطوله كل حاجه فيها كانت ملخبطه. لعبنا اللقاء الاولاني وقدرنا ان احنا نتغلب فيه 2-1، اللقاء الثاني كان ضد منتخب الجزائر رغم ان منتخب الجزائر كان ناقص ولكن خسرنا، واللقاء الثالث كان ضد الكاميرون. لكن تنظيميا كل حاجه كانت قبل البطوله دي كانت مساله صعبه جدا جدا. وقتها كان الكابتن محسن صالح طبعا هو المدير الفني للمنتخب، لان احنا كل شويه يحصل مدير فني اجنبي 2-3 وبعد كده لا نجرب الوطن، جايبين يحصل مشكله لا لازم نرجع تاني الاجنبي. حتى بدايتي مع المنتخب في اول لقاء ليا ككابتن الفريق اتغلبنا 5 طبعا، ممكن قدام فرنسا ومنتخب كبير، انما الماتش كان يعني من الماتشات يمكن عملنا اول ربع ساعه كويسه وبعد كده خلاص بقى يعني فرنسا تسيادت اللقاء بالكامل. بعديها البطوله من ضمن مشاكلها كابتن محسن وقتها كان في تدخلات كتير قوي واللعيبه شبه ان هي فكت في البطوله دي، وكان ميدو بقى في عز يعني عز وقتها، وكان الكابتن محسن بيحبه شويه لدرجه ان كان ممكن يتشاور معاه في التشكيل. اتحطينا في موقف صعب بعد لقاء الجزائر طبعا اللي احنا خسرناه، وان احنا لازم نكسب مباراه الكاميرون، ما عندناش حل غير كده. وكان حصل وقتها مناقشات بيني وبين الكابتن محسن صالح وميدو، لان ميدو كان عايز يلعب في الحته دي لوحده، ويمكن انا اتكلمت مع الكابتن محسن ان احنا عايزين الماتش الجاي نكسب فلازم نلعب 2 مهاجمين بلال وميدو، فميدو لا انا ما بعرفش العب حد جنبي، لما حد بيلعب جنبي بجنح. كابتن محسن قال لي ميدو مش يعني بما معناه يعني مش عارف يلعب حد جنبه. قلت له كابتن لازم نلعب اثنين فايده، ما لهاش حل غير كده يعني. في النهايه كابتن محسن يعني خد القرار ان ميدو يبدا اللقاء لوحده، وفي لعيبه حتى ما كانتش عايز تلعب في البطوله، يعني احنا في لعيبه قالت لك لا انا مش هلعب وكده، وكانت البطوله كلها فكه. اتعادلنا في اللقاء. خليني اقول لك المنتخب الكاميروني كان تحس ان هو متعاطف معانا في الملعب، مش شادين قوي الدنيا بالنسبه لهم، يعني كانوا كسبانين تقريبا لقاءين فالموضوع بالنسبه لهم هادي يعني وكده، صاعدين. انما احنا ما كانش عندنا القدره ان احنا نكسب اللقاء، او الاسباب اللي انا حكيتها دي كلها ادت ان ده الطبيعي ان يكون طبيعي ان احنا لازم نخرج. ومن بعدها طبعا جه منتخب تعاقد مع تايديلي، الراجل ده جه فتره سياحه زي ما بيقولوا، زيه زي اللعيبه المحترفين، كان بيجي على المعسكرات فقط لا غير، ما كانش يعني افضل ما يكون، ومن بعدها ما نجحتش الامور معاه. بيجي بعدها طبعا فتره مهمه جدا هو الجيل التاريخي والجيل الذهبي والجيل اللي ما زال كل المصريين مرتبطين بيه حتى الان، هو جيل 2006 2008 2010. ولكن كابتن حسن وقتها جاي مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد، انما من بعدها طبعا يعني اعتقد ان حصل بقى الانطلاقه القويه لمنتخب مصر لمده 6 سنين، هو المنتخب الاقوى افريقيا وعربيا، وقدرنا ان احنا وقتها نوصل نكون تاسع العالم في وقت من الاوقات.